طيب بدخلك في الهلال. في حديث عن حاجات الهلال في التعاقد، تعاقد مع حارس مرمى. والكلام هل الهلال يحتاج حارس مرمى مكان المعيوف والعويس؟ والله شوف، يعني وجهة نظري اذا كان الجهاز الفني يرى انه المعيوف والعويس غير قادرين انهم يسدون الخانة هذه، اعتقد انه هذا ترجع للجهاز الفني. ولكن انا وجهة نظري انه اتمنى ان الثمانيه كلهم يصيرون داخل الملعب. لو صار عندي انا حراس المنتخب اللي هو عبد الله المعيوف والعويس، اعتقد اخطاء لا يحتاج الهلال حارس. انا من وجهه نظري انا اجيب لاعب من الثمانيه هذه، ما اجيب حارس، اجيب لاعب. وين في اي خانه؟ يعني الست الظهير اليسار. الظهير اليسار، الظهير اليسار، ما عندك ظهير يسار انت، ما عندك الا يعني عطني الخانتين السعوديه اللي يحتاجهم الهلال. السعوديه اللاعبين عفوا الثلاث لاعبين السعوديين اللي بيكونون يلعبون في الهلال، حارس مرمى والخانتين الظهير. الظهير اليمين اللي هو سعود عبد الحميد، الحارس والظهير، ايه، والقلب دفاع. قلب دفاع هذول ثلاثه. هذول ثلاثه يعني هذا من وجهه نظري انا. لان ياسر شهراني بعد الاصابه اعتقد يبقى له وقت، يعني لو اصيب ياسر ما في البديل. اذا ترى ان الهلال لا يحتاج الى حارس مرمى اجنبي. انا من وجهه نظري ما يحتاج، انا اجيب لاعب في وسط الملعب او هذا افضل من اني اجيب حارس مرمى وانا عندي حراس منتخب اثنين. يا اخي شفنا العويس النهائي هو ما شارك يمكن وعنده اصابه، ترى كان العويس مشارك امام النصر من نجم المباراه صراحه. العويس ضد النصر قاعدين يلعب ما هو بالهلال. أنا مع أبو عبد العزيز، الهلال إذا عندي حارسين دوليين وحارسين على مستوى عالي وأدور على حارس أجنبي، لا أنا أشوف إنه ما يحتاج الهلال. طيب يقول لك أنا مليان في وسط الملعب وعندي الظهيرين يمين ويسار في اثنين في اثنين. وين اثنين في اثنين؟ اليسار كان يعاني الهلال له كم من يوم إصابة بيلعب البريك أحيانا لما بيغير ياسر أو بيتعب بينزل البريك ظهير وظهير يمين. وناصر ما هو ذاك اللي ناصر الدوسري، ما هو ذاك اللي ناصر أصلا إيه؟ أصلا خانته أصلا بالنص. يعني أعتقد أنه الهلال من بعد إصابة ياسر أعتقد أنه عانى، ولكن نظرية المدرب أنا ما أدري أنا بالضبط. يعني المدرب هي نسمع ترى قوية زي ما تفضلت، هو يقال الهلال ممكن يأتي بحارس قريبا. عطني حارس بالدوري يملى العين غير قروهي من الحراس الاجانب. ممكن يجي واحد اذا المفاوضات صحيحه اللي نسمع عنها. من ها من؟ اذا نسمع ان الهلال جالس يفاوض بونو حارس المغرب. انا اقول يا ليه. اذا لحظه انا اقول يا ليه هذا الحراس. انا اذا جاء يحتاج الهلال، انا اقول لك ان نوعيه الحراس هذول من السوبر ستار. أي. انا مأيد اذا جاء بونو. ولكن لحظه عفوا بس عشان اسالك ويستمعنا المستمعين والمشاهدين، بونو ترضى فيه اذا جاء وتقول اي ابغى بونو الان للهلال الان؟ اي وموجود المعيوف والعويس؟ اقول له لا لا اقول، عشان لما تقول لي تقيم لي الحارس هذا اقول لك لا كويس، من افضل حراس الكره في العالم. يعني هذه شيء نخلص منه. يا الاهلي صح جاب حارس من تشيلسي لانه هو بحاجه الحارس. الاهلي هو حتى في الدرجه الاولى كان ياسر مسليم الله يذكره بالخير هو اللي يحرس. طيب ابو عمر سريعا. لا بالفعل انا بقول لك الهلال يحتاج، يعني ما يحتاج حارس. انا اشوف يعني انا اشوف انه يحتاج لاعب داخل الملعب، لانه بصراحه العويس والمعيوف وحتى حبيب ايش اسمه الحارس الثالث الوطيان لما لعب ترى ادى، ترى مو بس يعني حتى من سنه تقريبا وسنتين لعب كم مباراه كان مميز. بس انا اتكلم يعني الاثنين الموجودين وهو الثالث. يعني احنا ننظر الحين يا خالد، ننظر لاحتياجات الفريق وش ظهير يسار كان يعاني منه العام الماضي بعد اصابه ياسر، وش اسمه قلب دفاع بعد اصابه الكوري يعني، وهذا يعني اعتقد، وسعود عبد الحميد موجود اعتقد، والثمانيه جانب كلهم حطهم داخل في وسط الملعب.